السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نجم مانشستر سيتي رياض محرز للأسف يحقق رقما قياسيا سلبيا في البريمير ليج. تمكن نادي مانشستر سيتي من تقليص الفريق مع المتصدر ليفربول إلى نقطتين، وهذا بعد فوزه على ضيفه أرسنال بثلاثية مقابل هدف واحد، ومنح موقع هوتسكود العالمي النجم الجزائري رياض محرز التنقيط 6.1، وهذا بعد مشاركته ابتداء من الدقيقة 87. كما أن رياض محرز حقق رقما سلبيا أيضا في تاريخ الدوري الإنجليزي المتمثل في مشاركته ل5 دقائق فقط منذ بداية العام الحالي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي. وكان رياض محرز قد لعب 5 دقائق في 5 مباريات كاملة، وهو ما يؤكد أنه خارج حسابات مدربه الكوتش بيب غوارديولا إلا في المباريات الكؤوس فقط. كما أن الشارع الجزائري عفوا يعيش فترة صعبة، خاصة وأن كأس أمم إفريقيا على الأبواب، وإذا وصل رياض محرز البقاء على دكة البدلاء سيؤثر كثيرا على تشكيلة الناخب الوطني جمال بالماضي، بما أنه يعتبر النجم الأول في السيتي.